السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، حياكم الله. طبعا اليوم أصدر وزير الصحة التركي فخر الدين خوجة عدة قرارات هامة، ومنها كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، البلاد لا تعيش موجة ثانية من الجائحة. 2، إذا أبدأ المواطنون التزاما بالتدابير فسيجري التحكم في بعض الأمور الخارجة عن السيطرة. 3، إن كان هناك واحد من بين كل 3 لا يرتدي كمامة فهذا يزيد من خطورة الإصابة بفيروس كورونا. 4، لبس الكمامة مسؤولية شخصية وتخضع لمسألة الحقوق المدنية والمسؤولية الاجتماعية تحت طائلة الغرامة المالية والمخالفات. طبعا 5، سرعة انتشار الفيروس لم تقل ودرجة خطورة الفيروس تزيد في الأشهر الأولى من السنة وتقل في الصيف. 6، دعا الأهالي إلى عدم تشكيل تجمعات في فترة الامتحانات نهاية الأسبوع. كما أنتم تعلمون أن في نهاية الأسبوع السبت والأحد راح يكون في حظر، طبعا حظر جزئي بسبب امتحانات الليجاسي واليوجيسي. طبعا راح يكون النهار السبت والأحد حظر. 7، بدأنا إنشاء مراكز لتطبيق اختبار الكشف عن الفيروس في اسطنبول وطرابزون وأنطاليا، وهي في ازدياد بالإضافة لإمكانية إجراء الفحص في المستشفيات. طبعا هاي الكلمة اللي اليوم ألقاها وزير الصحة التركي، ولا الحمد لله الأعداد يعني في مثل يعني نشوف هنا في ازدياد وفي نقص، بس الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تقل هذه الإصابات وينتهي هذا الفيروس وتعود الحياة إلى أمورها الطبيعية إن شاء الله مع الأيام القليلة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.